السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج ذا دريم. معانا مواهب جديدة حبينا إن احنا نعرضها معاكم ونقدمها ونظهرها للنور. دايما موضوع الشعر، هل هو عامي أو هل هو فصحى؟ وأنصار العامية وأنصار الفصحى دايما من الموضوعات الجدلية دائما معانا. فحبينا النهارده ان احنا نقدم حد من انصار الفصحى وحد من انصار العاميه. اهلا بك ايثار. اهلا بحضرتك ايثار، النهارده هتقدم لنا اكتر من عمل وكلهم باللغه العربيه الفصحى. واهلا بك يا عبد الله. اهلا وسهلا بحضرتك. عبد الله متخصص معانا في شعر العاميه وهيقدم ان شاء الله كذا موضوع مختلف بطريقه شيقه جدا ان شاء الله تعجب حضراتكم. عرفينا بيكي كده ايثار. اسمي إيثار سعد البنا من محافظة المنوفية، صوتي أعلى، طالبة في كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالسادات الفرقة الثانية. بكتب شعر وباللغة العربية وخواطر، لي كتاب صدر مي والذم في السنة الماضية في معرض الكتاب، هو خواطر وترجمتها لحبي في اللغة الإنجليزية برضو. يعني انت بتترجمي عربي وانجلش؟ ايوه. طب جميل جدا جدا. طيب ايه كده يعني ايه الحاجات اللي انت ترجمتيها؟ هو انا الكتاب انا ترجمت شعر قبل كده، بس الكتاب ذات نفسه هو فيه خواطر بس. طب نبدا كده بخطره، دي خطره كده. في لا تجعل السماء تفتقد صوتك كن عبدا. بس تمام. لا تجعل السماء تفتقد صوتك كن عبدا اذا دعا عرفته الملائكه. عبدا لحوح يعني. ايوه. ادينا بقى ترجمه الانجليزي بقى. Don't let the sky miss your voice. Be a slave if he called known by the angel. The angel. جميل جميل إثار ان احنا نحاول نظهر الموهبه بتاعتنا باكتر من لون وباكتر من اداء وباكتر من لغه. يعني دي حاجة كويسة جدا وحاجة مميزة، يعني يمكن من أول الكتاب اللي بيترجموا معانا أعمالهم للغة الإنجليزية إيثار. طيب قولي لي إيه تاني من ضمن أعمالك اللي أنت حسيتي إن أنت لاقية فيها نفسك؟ الشعر. الشعر، يعني أنت لو ناوية تتخصصي بعد كده ناوية تتخصصي في إيه؟ الشعر. يعني نفسك تبقي شاعرة؟ أيوه. لست أديبة؟ أيوه. طب ايه بقى في الشعر؟ يعني الشعر اي ابن الشعر كتير. انا بكتب شعر موزون بس لسه في المبتدئه عمودي. فيه ايوه. وبكتب شعر نثري. نثري. وبكتب قصص. طيب تقدري تعرفي المواهب اللي معانا والجمهور بتاعك ايه الفرق بين الشعر النثري وبين الخاطره؟ اكيد الشعر النثري النهايات بتاعه الابيات متحده والمعنى بيكون كامل. انا في الخاطره مثلا ممكن اعمل ليها بدايه وموضوع اتكلم فيه ونهايه كنصيحه، لكن الشعر النثري بكون مثلا هو في المدح او في الغزل، فهو بيكون واحد وطبعا النهايه بتاعته موزونه، كلها شبه ان هي بتبقى موزونه. طب ايه الفرق بين الشعر النثري والشعر العمودي؟ الشعر العمودي طبعا ابحر معينه اللي هو العلم العروض تبقى محدده. لكن الشعر النثري ليس موزون. ايوه هو موزون بس مالوش. ليس موزون. ليس موزون لكنه مقفل. ايوه. طيب تسمعين حاجه من الشعر موزون النثري؟ تمام. مجهزه حاجه هنا معايا. مجهزه لا تندهش. انا حافظه معاكي. لا تندهش لم يكذب المشتاق عند الملتقى فاضت به العبرات من فرط الهوى قد مات كل العالمين أمامه وما سواه يراه بعين قلبه كل المنى لقيا به عند الغروب أحييه وأقول أهلا بالذي سكن الفؤاد وأرضه وتملك القلب البريء ونبضه أهلا بمن سعدت به كل الطيور تغرد والبدر يسحر من جمال عيونه
فهو الجمال وحسنه متفرد يا ليتني كنت المنى بل كنت حتى قربه ما عادت الدنيا سوى أمل يعانق دربه إن غاب عني لحظة جن الفؤاد أولو أصاب الصمت لحن حروفه فالعمر متشح السواد ما عدت أقدر أن يغيب لساعة فإذا يغيب فقلبي في هم وتيه كم شئت أن يهواك قلبي وحده لا أن يشاركني هواك متيم فيذوب قلبي حيرة وتأسيا ممن يراك وأنت وحدك موطني لقياك قد أحيا الفؤاد ونبضه وغيوث حبك أزهرت لي أرضه وتلونت كل الدنا بجمال لون عيونه وتعطرت أجواؤها وتزينت بحنينه أنت المنى أنت الجمال بذاته. جميل يا أستاذ، إلقائك رائع، مخارجك جميلة، التشكيل بتاعك ممتاز. طيب اديني بقى كده جزء من الشعر الموزون. تمام. في بس جميل ان انت بتكتبي فصحى وضليعه في الالقاء والاداء بتاعها وادائك واحساسك قوي ما شاء الله. في موزون: ومن غير الاله يريح قلبي ويجبر في الحنايا ما تكسر ومن الاه يرحم ضعف قلبي ويمحو الحزن دهرا قد تجذر ومن يروي فيا في الروح حتى تجود رمالها مسكا وعنبر إذا كبرت كروب ذا يقيني بأن الله رب الناس أكبر. الله الله، جميل إن الموضوعات اللي بتقدميها جديدة مختلفة مش مستهلكة، وبتقدميها برضو بطريقة مختلفة في الأداء وفي اللغة. تمام. نتنقل للموهبة الثانية اللي معانا، نسمع بقى الشعر العامي من أنصار العامية. اهلا بك يا عبد الله. اهلا وسهلا بحضرتك. عرفنا بنفسك. عبد الله عادل السيد، محافظه القليوبيه، مركز شبيل قناطر، طالب بكليه التمريض، جامعه عين شمس، الفرقه الثانيه. جميل. بتكتب امتى، من امتى شعر يا عبد الله؟ من حوالي 5 سنين، بس بدات ادون قريب. يعني من 5 سنين وانت بتكتب بس شعر؟ بس اللي هو يعني زي حد بنكتب ونقطع نكتب ونرمي. بس بدانا ندون يعني قريب، بقالي سنه تقريبا. ابتديت بقى ان انت تخش في دخلت في كيانات وعملنا كذا كتاب، منهم اوراق مبعثره، ومنهم مرآه مظلمه، ومنهم كتاب ندوب. ده كان تبع كيان ندوب اصلا، الشاعره بسنت اشرف اللي عاملاه. طيب انت الاعمال دي لك اعمال فيها، الكتب دي لك اعمال فيها؟ اكيد ان شاء الله ناوي يعني اعمل حاجه منفرده، بس يعني شويه كده عشان الدراسه وكده ما نقصرش عليها. ربنا يوفقك يا رب. طيب ناوي تسمعني ايه بقى النهارده؟ ممكن نبدا بخاطر عن الام. نبدا بالام. نبدا بالام. ست الكل. امي يا نبع حب لا يجف ماؤه ولا ينتهي الحب منه ابدا، فمهما احببتك فلن اكتب، ومهما كتبت فلن اعبر، ومهما عبرت فلن اوفي حقك علي، فالكل ينساني أما أنت فلن تنسيني حتى بعد مماتي. أمي ابتسمي حتى أرى الجمال فيك والنور في عينيك والبدر في وجهك. هي أمي، فصدرها يمثل لي وطنا ألجأ إليه في شدتي، فأنا أريد الموت ليس عندها بل مستلقيا تحت قدميها، فهي أمي التي تمثل لي كل شيء وأنا من دونها لا شيء. جميل. طبعا والدتك لها دور اساسي في تنميه الموهبه بتاعتك. اكيد دايما بتشجعني، ودايما مثلا ما بنكون قاعدين مثلا عبد الله عمل كذا فسمعته طب وريهم وكده. طب حلو ان اولياء الامور والاهالي بينموا المواهب بتاعت الشباب. والدي برضه ما انساش برضه دوره معايا، برضه يعني بيساعد في نشر الحاجات دي. يعني عبد الله عمل كذا، طب شفت الكتاب بتاع عبد الله، طب عمل كذا، شارك مع الكيان ده كده يعني. ربنا يحفظهم لك يا رب. امين. تمام. طيب انت وريتني امبارح موضوع مختلف وانا يعني حبيته، ايه هتقوله ولا هتقول حاجه تانية غيره؟ ماشي تمام. طب شوف حبيب انت تقول ايه. ممكن نقولها رفقا بالقارير ولا هتقول حاجه عن الحب؟
الاثنين جاهزين. الناس اصلا بتحب رفقان بالكواريت، يعني بعمل كذا استفتاء للاراء. طيب. انهي احسن؟ فبيختاروا رفقان بالكواريت. طب سمعنا رفقان بالكوارير ولا انا مشتاق؟ سمعنا اللي انت تحبه الاول. خلينا اللي لمسك اكتر ابدا بيه. خلاص اللي لمسني اكتر انا مشتاق. بس طيب ابدا بقى، خلينا في الحب شويه. ماشي. خلينا نحب. انا بكتب كل حنين يكفي من البشر ألوفات، انا قلبي اللي جوه حزين وانا حاسس ومين يسمع، ده انا قلبي صحيح مليان لكن بعدك صبح فاضي، رفض كل البنات بعدك ولا بغيرك يعيش راضي، حكم على نفسه يموت بالحياة وكان أقسى من القاضي، ما هو معذور لأنه تملي طول لياليه يفكر في اللي صار ماضي، ولما حب يتكلم لقى روحه بيكلم نفسه كأنها انتي، وليه العجب وليه العجب ما ده العادي، ما هو انت الليل وانت الدم جوه القلب وانت الورد في الوادي، جايين يسألوا متمسك ليه، لازم اعذرهم ما شافوش الطيبة اللي في قلبها ولا لما يدق عشان خايف، ولا شافوا النور اللي في عينها ولا اجمل نظرة، بس انا شايف ما عاشوش الحب اللي انا عشته ولا اجمل بنت تقول حاضر، ولا داقوا دعوة في وقت الفجر ننام بعدها نصحى في جبر خواطر، تسألني عنها أوصفها لك في أيام وسنين، دي نبرة صوتها بتتغير لما أبقى حزين، ما تستغربش أصل أنا وهي روح واحدة بس في جسمين، زعلان على البعد اللي ما بيننا وأنا عاتب مين، أو مين هيحس بنار قلبي غير طفل اتحرم من حضن أبوه أو أمه أو من الاتنين، مش عارف ألومها على حبها الله أكره قلبي عشان حبها، أسيبها ليه؟ أسيبها ليه ومين بعدها يكون ليا، بقول محتاج يرد القلب يقول هي، مفيش غيرها؟ أكيد لا فيه، وبدل الواحدة فيه مية. جميل جميل يا عبدالله جدا جدا. طيب قولي كده، إيه دور الحب معاك في الشعر؟ هو يعتبر يعني نمى الموهبه بطريقه كبيره، يعني اداني دفعه كبيره. وخصوصا برضو بعد ما حصل اللي هو ابتعاد ومشاكل والكلام ده، فاللي هو يعني دي تجربه حقيقيه نعتبرها حقيقيه. نعتبرها تعبير عن معظم وقع. الشباب مش حكايه واقع، بس برضو ناس كتير. واللي شجعني اكتر ان انا اكتب شعر اصلا الاقي واحد صاحبي مثلا عيد ميلاد اخويا مثلا فاكتب لنا حاجه، عندنا جيراني في الفرح مثلا اكتب لهم قصيده للعروسه او قصيده للعريس كده، فده بيشجعني، مش شرط انا اكتب حاجه انا عايشها تخصك. فالشعر بيعبر عن الجمهور بتوعه، عن كل المحيط بيه فعلا. بس انت احساسك في القصيده رائع، ادائك اقوى من الكلمات، يعني احساسك اقوى من الكلمات نفسها، يعني اللي هو انت متاثر وعينيك وايديك وكل حاجه ووشك كل يعني كل تعبيرك الكلمات. طيب سمعني بقى رفقان بالكوارير. تمام. رسالة يا صاحبي مني ليك، أو نصيحة خدها مني، جايز غيرك قالها ليا ونصيبك تسمعها مني، لو لقيت بنت واقفة أو ماشية لوحدها في الشارع اوعى تفكر تضايقها أو تطلع كلمة منك وتفاجئها، واعتبرها ساعتها أختك، أنت ترضى الحزن ليها، انت ترضى ليها الضعف والخوف يملى عينيها، او اعتبرها يا واد خطيبتك او مراتك ام بنتك، لو شافك عيل في الشارع صدقنا هيتعلم منك، وبكره يا صاحبي مش هيعاكس ده هيحاول يمسك ايديها، ولو لقيت صاحبك بيغمز قول له عيب وحرام عليك، واللي انت دلوقتي بتعمله بكره اكيد يترد فيك، داين تدان معروفه وكل شيء منك اليك، ولما ترجع تبكي بنتك هتفتكر ساعتها خيبتك، او لما واد يمشي وراها ومن الخوف ترجف ايديها ساعتها هتقول يا ريتني، وتعرف انك كانك عكست بنتك، ملهاش لازمه الكلمه لو كانت تجرح ست، ولا ليها عوزه الغمزه لو كانت طالعه البنت، الست اعتبرها امك والبنت زي اختك،
ولما يبقوا لحمك ساعتها هتكون فهمت. جميل. دي بقى الرسالة يعتبر انت موجهة للشباب عشان محدش يضايق حد. يمكن انا شفت كده كتير قدامي، فبحاول بقدر الامكان يعني بتدخل في كذا موقف، وممكن واحد بيتعرض لمشاكل كتير في الطريق في اي مكان انا بكون متواجد فيه، ما عنديش الحتة مثلا ان انا هسكت على غلط، مش شرط في الموضوع ده، في اي حاجة تانية يعني ما بحبش اسكت، يعني في حاجة بتكلم وأقول رأيي وكده غلط وكده ما ينفعش. وده طبعا من باب الشهامة والرجولة عندك يا عبد الله. واللي عاجبني في الموهبتين اللي معايا مع اختلاف تناول الأداء بتاعهم، إن هم بيتناولوا موضوعات مختلفة وبطريقة مختلفة، فده جميل جدا. طيب أرجع لإيثار أسألك، قولي لي مين اللي تحبي تكوني زيه في المستقبل؟ تحبي تكوني فين بعد 5 سنين كده؟ 5 سنين؟ اللي انا احب اكون زيه دكتور احمد خالد توفيق. بس ده اديب كاتب. اديب ليس بشاعر احمد خالد توفيق. تمام. بس وانا عايزه اكون ليها تاثير في الواقع وفي الشباب او في المجتمع عموما زي ما كان لوالي تاثير. تعبري عن الواقع بنفسك. ايوه. طيب بمين اكتر حد شجعك ان انت تكتبي وتستمري؟ طبعا والدي ووالدتي. والدك والدتك؟ اكيد. طب جميل، يعني مش معترضين ان انت بنت وتكتبي وتروحي وتزوري وتطلعي على المسرح وتتكلمي؟ بالعكس، اكتر ناس مشجعيني اللي هم اكتر دافع فعلا انا بشوفه، مش شرط ان هم يقولوا بس هو بالافعال بتاعتهم. لا هي يعني فخورين باي حاجه انا بعملها وعايزين اكتر. جميل جميل جميل. طب انا صراحه برضو يعني بوجه تحيه لاسره عبد الله ولاسره ايثار، ويا ريت يكون كل البيوت المصريه ماشيه بنفس النهج وبنفس توابع التربيه دي، لان طبعا الموهبه ليها دور كبير في انها بتحمي الشباب من الانحراف ومن التشتت الفكري ومن الضياع ومن كل حاجه. طيب قولي لي يا ايثار، ايه الرساله اللي انت تحبي توجهيها للشباب من خلال الاعمال بتاعتك؟ الرساله للشباب يعني مش للشباب اللي هو الولاد، هو البنات اللي هو البنات عموما. انا اول رساله اللي هو البنت مش محلها ان هي تتخطب او تتجوز، او ان هي دراسه بتكملها وخلاص، او تتجوز خلاص هو ده المنتهى بتاعها. لا، انت مكانك تعرفي تكوني حاجه، انت اول حاجه تفتخري بنفسك، تاني حاجه اهلك يفتخروا بيكي وبلدك كمان تفتخر بيكي. اللي هو اعظم حاجه انا بشوفها لما الاقي مثلا دكتور او اي حد في الشارع اقابله اللي هو عارفني، مثلا الدكتور يقول اتمنى تكون انت بنتي. يعني دي اجمل حاجه. بتقولي ان البنات يكون ليها رساله غير فكره الزواج والارتباط والميك اب. طبعا احنا مش بنقلل من دور الزواج ولا من دور المراه في بيتها، مش ده يعني مش ده المقصود. أيوة. لكن المقصود ان هي يكون ليها رساله، ليها توجه، ليها فكر حابه انها تظهره. طيب ايه اللي تقوليه للشباب اللي بيقولوا ان الموهبه تاثر على الدراسه او بتعطلنا او مش هينفع ان احنا نبدع في الموهبه بتاعتنا عشان خاطر دراستنا؟ هي اكيد برضو بيبقى ليها تاثير، بس الانسان واحنا وقتنا طويل بلاش مثلا في حاجات كتير احنا بنعملها ملهاش لازمه، زي التليفون قاعد على الهاتف كتير او كده، احنا نقلل ديت هيبقى عندنا وقت للدراسه وعندنا وقت للموهبه. والموهبه بالعكس بتنمي كتير جدا على فكره، يعني مثلا انا كتخصص لغه عربيه الموهبه نمتني اصلا في التخصص ده، خليتني اقرا فيه اكتر. تمام. يعني انت عايزه تقولي ان الشباب بدل ما بتقضي على الواتس والفيس والتواصل الاجتماعي. أيوه. تندمج في موهبتها. اكيد. عبد الله قول لي، عايز بعد 5 سنين تبقى فين؟ طبعا اهم حاجه الكليه بتاعتي والمسار التعليمي الاول، ده فوق كل شيء. تاني حاجه طبعا هشام الجخ ده يعني شاعر كبير وحلم ان احنا نبقى زيه، مثلك الاعلى. وغير كده عمرو حسن برضو. جميل. رسالتك اللي عايز تقولها للشباب؟ رساله للشباب، ما فيش حلم بيقف عند حد معين، ما تحطش سقف للحلم بتاعك. وبمناسبه احنا البرنامج بتاعنا اسمه الحلم، فطبيعي انا مثلا ما عرفتش احقق كذا، فانا ممكن انجح في مجال تاني، مش لازم ان انا في المكان ده، ربنا شايف لي حاجه احسن من كده.
غير اتجاهك وما تقفش عند عقبة معينة. فعلا، وبعدين كل الطرق بتأدي لهدف واحد، وان انت تبقى حاجة مميزة تنفع بلدك كقرية او كمركز، وبعدين تنفع بلدك مصر كلها. وفي الاول وفي الاخر يعني انت برضو اي حد يحب ان الناس تفتخر بيه، او يقولوا مثلا ده كذا، ده فلان، ده عمل. برضو زي ما إسار قالت، الواحد يبقى ماشي في الشارع ده يقولوا ايوه ده عبد الله، ده كذا، ده فلان. فدي حاجه بتفرح جدا. أكيد. ولما حد يسال مثلا انت بقالك كتير ما كتبتش حاجه، ف مهتم. اذا الناس احنا بنتفاجئ، في ناس كتير مهتمه بينا واحنا مش واخدين بالنا. صحيح. فلازم احنا نمشي وما نبصش الاثنين ثلاثه بيحبطونا وكده. تمام. طيب تقول ايه للناس اللي بتقول ان الموهبه بتعطل عن الدراسه؟ لا طبعا، يعني احنا لو جينا نبص اصلا مش شرط اللي هم الظاهرين قوي المواهب ان هم مش نافعين في الدراسه او كده. في لعيبه كوره كتير ونبص لهم هتلاقي دكتور اسنان، دكتور بشري، دكتور صيدلي، امثال كتير ولحد دلوقتي. فده ما هو حلمه ما وقفش، يعني هو كمل دراسته جنب ده. احنا زي ما برضو الاخت إسارة اتكلمت، احنا يعني بناخد وقت كتير قوي على التليفون، بنعمل حاجات ملهاش لازمه كتير. ومعروف عن شعب مصر يعني بنعرف نتحجج، يعني اصل انا مش لاقي وقت، اصل انا مش لاقي مش عارف ايه. انت لو قعدت بدل ما تقعد تتكلم في مع صاحبك فلان راح وفلان جه، طب اكتب لك حاجه مفيده، سواء انت بترسم، سواء بتقرا، سواء بتعمل اي حاجه، ابدا حاجه تفيدك وتفيد البلد زي ما قلنا. اللي قالوا المواهب اللي معانا واللي احنا حابين ناكده ان الموهبه بتساعد على الابداع، الموهبه بتخرج كل الطاقات السلبيه اللي عندنا، الموهبه بتساعد على التفوق الدراسي. مفيش حد موهوب وفاشل دراسيا على الاطلاق، ما قابلناش ده على اطلاقنا. وعايزين نقول لكل اولياء الامور ان لما تدي ابنك مساحه للموهبه انت بتخليه يتفوق دراسيا وبتخليه يبدع في دراسته، لان انت خليته يخرج كل الطاقه اللي عنده، فبيقدر ان هو يستوعب الحاجه اللي خلصها في ساعتين يخلصها في نص ساعه. وطبعا انا ايه ممكن دقيقه ونص كده ولا هنقفل. ماشي طبعا. وطبعا انا بوجه شكري لعبد الله، وبوجه شكري لإسار، جايين من مسافات طويله جدا. عبد الله جاي منين؟ اليوبية، مركز شبين القناطر. جاي من شبين القناطر. وانت منوفيه؟ جاي من منوفيه. وطبعا مشوار صعب عليهم، وجم علشان يتشاركوا معاكم بالاعمال الجميله بتاعتهم ويقولوا رايهم ويدعموا عدد تاني من الشباب. واحنا كمان منتظرينكم في الحلقات الجايه ان شاء الله، منتظرونا مع مواهب جديده. وبحب اني انا برضو اوجه الشكر للاسر واهالي إسار وعبد الله. كان معانا تقارير. طيب احنا يا جماعه يعني معانا تقارير بتوضح انجازات عبد الله وبتوضح انجازات إسار. هنسيبكم يعني مع ايه بقى الختام بتاعهم والابداعات بتاعتهم. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جايه ومع التقرير اسيبكم ليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.